يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام بسمع الله لمن حمده، هل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟ لا، لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام. إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، ما إذا رفع الإمام قبل ذلك ليس مدركا للركعة. نعم.